في قانون جديد بدأ يحكم بلدنا من بداية الانفتاح، لكن زاد اليومين دول، هو قانون الجنيه. لكن في شارع عبد العزيز في قانون تاني أهم، قبل ما تحضر العفريت لازم تتعلم تصرف. وأنا حضرت العفريت، صحبت عليه، ركبت على ظهره، لأني من وأنا عيل صغير وأنا بتفرج واشتغل واتعلم وأعرف إزاي أصرف. فكرتك يا اسطى ولا أساس شغل. من هنا بدأت قصتي في الشارع ده، من يوم ما أبويا اشتغل فيه. ساعات كنت بجيب له الأكل وأمشي، ساعات كنت بعمل لنفسي سبوبة جنب الدراسة. عم لطفي ممكن تخليه بس الجرايد دي عندك لحد ما اودي الاكل ابويا واجي؟ طب ما تخليه معاك يا ابو عزيز. ما انت عارف لو شافني ببيع جرايد هيموتني. يا دي انت ازاي تسيب مدرستك ودراستك وتبيع جرايد؟ ده انت اشطر واد في الحته يا اخي. معلش بقى، ولو اتزنقت بيع منهم لحد ما اجي عادي. ايه ده ايه ده؟ كمان هبيع لك جرايد؟ سلام عليكم. طب خليهم معاه. عم لطفي تقريبا اطيب راجل في الشارع، لكنه قسي عليا مره ما قدرتش انساها طول عمري، وقسوته دي حولت حياتي. الأمر لله. ماشي يا عم. الأكل يابا. مش قلت لك لما تخش على حد تقول سلام عليكم عبد العزيز؟ مش راجل أنت ولا إيه؟ طبعًا راجل. بكمل شغلك لحد ما تتغدى باخد العمود وأمشي. بتعمل إيه يا ولد أنت؟ أنت مش مخلوق للشغلانة دي. أنت ليك العلام والمذاكرة وبس. مش عايز تطلع دكتور كبير يا عبد العزيز ولا إيه؟ ومهم يابا، أساعدك في الشغل وبرضه أطلع دكتور. لا، صاحب بالين كذاب. أهم حاجة عندي المذاكرة والإعلام وبس. يلا فوت على البيت، تقعد تذاكر في البيت لحد ما يجي ميعاد الدرس، وأنا هبقى أخد العمود وأروح. يلا يا عاد اسمع الكلام يا ولد. حاضر يا أبو، سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يمد في عمري يا ولدي، وأشوفك دكتور كبير يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. وريني عقد الملكية يا روح ابوك. ارجع على عفو يا ابو الرشة ابن العتال. يا ابني يا ابني، انت مش امك قالت لك يكفيك شر الطريق؟ انا بقى شر الطريق. هو ده هو ده يا انت، هو ده يا لذيز. انا كنت طالب تجيش مع حبيبتك ده هنا تاني، وانت كل مره تعمل لي مشكله. يلا خد حبيبتك قرب من هنا. زيزو اتخانقت مع بكر تاني؟ لا لا عادي. انت كنت فين؟ انا كنت رايحه اشتري حاجه. انت اتعورت؟ طب ما قلتليش اجي معاك، ما قلتليش تمشي لوحدك تاني. يا عم بس خليك في الجرح بتاعك. ارجوك يا بابا شوفني رباط عندك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اللي عورك كده؟ لا ما تخافش يا عم لطفي، بسيط. انت هتلمت في دي كمان ليه بس يا ابني؟ الشقاوة دي ليه؟ مش شقاوة يا بابا، ده الواد بكر المتشرد عوره وانا شايفاه. ليه يا ابني؟ يا اخي قلم كاف عشان انت عندك يا عم لطفي. طب ثانية واحدة ثانية. لا مستعجل. حاضر يا عاصم. يا ابني ايه ده ايه ده ايه ده؟ وسخت ايدك، ممكن يكون عيان ويهديك. ابعد عنها يا انت. مالك انت؟ حرام عليك يا عاصم، مش شايفه متعور كده؟ ماشي والله هقول لبابا.
انا عم اقول لك اطلع من هنا من قدام نهر العم الحاج الشرشابي احسن لك. يا عم بقول لك سيبنا ننزل البضاعه في المخزن اللي في الممر ونمشي على طول. طب لو ما مشيتش دلوقتي هولع في البضاعه وهولع فيك وهولع في العربيه وفي نفسي وان شاء الله توديني مركز الشرطه. مش هنوسع غير لما نحمل بضاعه المعلم عنديل. فاهم يا جعور؟ يا جعور تعال انت بقى كده. ايه ده بتعملوا ايه؟ في ايه بالظبط؟ على لا 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 في ايه اصلا منك ده؟ ايوه عجبنا يا روح حاضر بس المعلم قنديل ما ينفعوش الكلام ده يا معلم. بص فيكوا في المعلم قنديل بتاع بس يا معلم. معلم قنديل معلم قنديل معلم قنديل ده انت لسه معلم انت يا معلم انت يا معلم. مد ايدك على مين يا شرشامي؟ مد ايدي على العيال الصيه دي. والعربيه دي مش هتتعتق من هنا الا لو كنت عايز تمشي بجنازتك النهارده. العربيه دي مش هتمشي من هنا قبل ما تحمل. واسر الشر يا شرشامي. انا بقول مش هتمشي ولا هتعتق ولا هتحمل وانت هتخش معايا تشرب الزفت عشان افهم حاجات انت مش فاهمها. هم دول اللي اتعلمت على ايديهم صنعه الجري ورا الجنيه، والاهم اني اتعلمت ازاي اصرف العفريت قبل ما احضره. بس يا ريتني ما اتعلمت حاجه. مش قبل ما اضرب البقى في بتاعك زي ما ضربت شافعي. خلاص تعالى يا معلم. يلا هو ده اللي مريحك؟ ايوه. خلاص كده يعني حضرتك نسيب لقمه عيشنا ونمشي ورا السيارة الصيع دول؟ ده يضرب ده وده يضرب ده وخناق. فاهم؟ قدامي يا ابني. فضل. قدامي. يلا يا حضرات. يا ساتر على الناس دي. كل يوم كده خناق ودوشه. صدعوني. امال فين زيزو؟ زيزو على عربيه الكبده. والله الواد ده صعبان عليا قوي. مذاكرة وشغل. عارف تبقي زيه؟ طب ما انا بساعدك اهو يا بابا. طب بذمتك وعينيك الحلوة دي مين أشطر؟ أنت ولا هو؟ زيزو أشطر واحد في الفصل وكمان في الدرس. أنا مش عارفة بيلاقي وقت ازاي بإنه يذاكر ويشتغل. بس أنا برضو هسبقه. بجد؟ طب خدي بقى 50 قرش أهي بتجيلي بيها حاجة وانت مروحة. ماشي؟ على فين يا زيزو؟ انت مالك انت؟ يا بطل الرمادة دي تعالى معايا جوه نشوف مزعل عظمي ابن المعلم شبشبي في ايه؟ هو صاحبي عشان يزعله ولا فرحه؟ الواد يفهم يا واد، ما هو انت لو ما طيبتش خاطر ابن المعلم مش هتعرف تاكل عيش في الشارع الواسع ده. فوت قدامي فوت. افوت؟ هو اسرائيل يعني؟ زيزو يا معلم. تحبوا لو تشرب دلوقتي عشان تبطل قله الادب اللي فيك ديت؟ وحد جه جنبك ما تقعد بادبك. يا هلا. ازاي تمد ايدك على عاصم ابني وتضربه؟ انا والله ما مديت ايدي عليه يا معلم. هو اللي خيبان في المدرسة وبيجي يتمنظر علينا. وانت زميله في المدرسة؟ الاشكال دي هتدخل المدرسة اللي انا فيها ده كبيرة قوي يا صايع. انا مش صايع، انا اشطر منك وده اللي مضايقك مني. ده مش حافظ جدول الضرب يا معلم. اسألك سؤال؟ اسأل. 70 في 120 بكام؟ 7 في 12 84 وحط الصفرين يا معلم. اسألني في حسبة جامدة كده عشان اعرف اجاوب. هلا. طب 6 غسالات الواحدة ب 235 وسبع سخانات ب 172 يبقى كام الضربية كلها؟ يبقى كله 2614. يا ابن العفاريت عرفتها ازاي دي؟ انت ابن عبد الرحمن العتالي؟ لا ايوه ما انتوا عارفيني اهو. بس انا اسمي عبد العزيز. زيزو يعني، بس ابويا مش عتال. بقى صنايع كهرباء، دبلوم تجاره قد الدنيا. تشتغل معايا؟ لما احب ابنك عاصم يديني على قفايا كل يوم فباجي اشتغل معاك يا معلم. انت بس وصي صبيانك ما يضايقونيش وانا بسرح كبير الحته.
انت بقى بتزرع بيه ايه بالظبط؟ الحقني يا زيزو، الحكومة جت واخدت عربية الكبدة. يا نهار اسود، لا مؤاخذة يا معلمين، تعالى تعالى. الواد ده لو ما عملش قرش كويس في 10 سنين هيبقى في السجن. هو ده اللي قدرت عليه يا شيخ؟ اتشطر الأول واحفظ جدول الضرب. والله ما قعد لك في المحل. استنى يا شرشبي يا صغير، يلا. يا سبحان الله، الواد لما بيقفش يبقى زيك بالظبط، تقتله بس ما تصغروش. طبعا. سلام عليكم يا عم مفتاح. خد بعضك وهوينا، احسن المره دي فيها قضيه. هوي بس اخد العربيه دي، مرزقانا بتاعت اكل العيشه بركتنا. يا ابني قلت لك الصح قبضت على العربيه وفيها قضيه، يعني المره دي هياخدوك على الاحداث. احداث وكبرنا عم مفتاح موجود، المامات محفوظه برضه يا عمنا. صباح الخير يا مفتاح. صباح الخير يا باشا. مش ده الواد زيزو بتاع عربيه الكبده؟ ايوه يا باشا هو. وريني بطاقتك. يلا البطاقه في السجل المدني يا باشا، ناقصتها 3 سنين وتطلع. تهزر يا رحمك؟ يعني انت عندك 13 سنه دلوقتي؟ 13 سنه وبتبيع كبده حمير يا معفن؟ امال لما تكبر شويه هتعمل فينا ايه يالا؟ مين قادر يسرحك؟ كبده حمير ايه يا باشا؟ دي كبده بلدي زي الفل. كبده بلدي يالا؟ كبده بلدي وتبيع السندوتش ب 10 سنه؟ حطه في الحجز لغايه ما يقر مين اللي مسرحك، وبعد كده يتعرض على النيابه. امرك يا باشا. امرك ايه؟ ما تروق امال يا عم مفتاح. تعال تعال تعال. ما تروق امال يا عم مفتاح. اروح اقول لابوك يا زيزو؟ قلت لك لا، خد الجرايد انت والفلوس وروح انت، وانا جاي اخر النهار. مش برضه اخر النهار يا عم مفتاح؟ لو عاوز تروح اخر النهار تبقى العربيه دي بقى مش بتاعتك. وكتاب اللي انا هبتاعت بس ما ينفعش اسيبها، صاحبها هيقطعني. خلاص بيعها واخلص. ابيعها لمين بس؟ بقول لك مش بتاعتي. طب تعالى بس استلم يا شبر. استلم بس يا عم الحاج، انا عندي درس بعد ساعتين، مش فاضي للحجز. بس ياض. صباح عصر. قلب نفسك ياض. انا معيش فلوس بس ليك عندي سبوبه عصر. انت هتعمل معايا سبوبه ابن العتال؟ سبوبه ايه دي ياض؟ عربيه الكبده اتاخدت. ادفع 100 جنيه وخدها دلوقتي وانا اديهم لك 150. ماشي؟ 200 جنيه. افتحها لي. ماشي ياض. بس عارف لو بتقفلم عليا هعمل فيك ايه؟ هعلم عليك. عيب يا عم شاب، يلا شوف شغلك بقى انت وطلعني من هنا. ماشي، بس قبل ما اطلعك من هنا عندي ليك شغلانه زي اللوز. وانا صدقت، بس بعيد عن الصرف. اديك عربيتين تشغلهم. بس انا ما بعرفش اسوق. مش عايز سواقه، عربيتين ياض هتنقل بيهم البضاعه من المخازن للمحلات والزباين وحاجات كده يعني. طب وهتاخد مني كام في اليوم؟ يبقى الحال عجبك، نجرب ونشوف. وانا معاك بس تبقى في ظهري. استبينا ومنطقتك شارع عبد العزيز. بس انا بقى ما بيحبش ينزلني هناك. اكلمه اصول فتيحه. ومال؟ انا كمان ما بحبش شارع عبد العزيز. عايز سيجاره تانيه؟ سيجاره تانيه. ماشي يا زيزو. هو ده اللي حصل يا معلم، الغساله يا اخويا خدتها من عندكم وما عداش عليها جمعه وباظت واتحرقت، واديني جايبها لك بره عشان تشوفها بنفسك وتشوف لي حل. انت زفت انت. اه يا سيدي المعلمين. قصر ياد بلا سيدي المعلمين بلا بتاع. شوف الهانم تاخد الغساله اللي بره دي ترجعها، انا هتكلم انا وتديها ادع غساله بورقتها، فاهم ولا لا؟ فاهم يا سيدي المعلمين. يلا غور. ولو عايزه فلوسك يا حاجه انا ممكن ارجعها لك، خد الغساله برضو. ان شاء الله تسلم يا معلم يا كبير المعلمين، والنبي ده انا كنت عشمانه فيك وهو عشمي طلع في محل. وانا هسكت لهم. طب استنى اسماعيل. الو يا هندسه. لا انت توجي تاخدوا بقى كل الطلبيه بتاعتكم بتاع الغساله. ايوه طبعا. الله، انا زبوني ده لا مؤاخذه على راسي، اشيله على راسي من فوق. انا ريس مالي ايه؟ سمعتي هتبوظوا لي سمعتي بلاها. اما تبقوا توضبوا المصنع الجديد وتطلعوا الطلبيه الجديده نبقى نتعامل معاكم. مع السلامه. مرضيه يا استكل. واللي خلق الخلق، انت احسن تاجر في شارع عبد العزيز. ربنا يخليك. ربنا يبارك لك يا كبير يا بركه، يخلي لك عيالك يا اخويا. تسلمي. يا ابن اللعيبه يا صايع يا قونطجي. وانا اللي بقول على نفسي مجدع. اه
اهو ده اللي باخده منك. اسمع يا راي، انا عايزك تفك ايدك شويه مع الصناعيه عشان تطلع عينهم وهم يعملوا لي حاجات بايظه، وانا افضل طول النهار ارد مع الزباين. ها يا عم، حته بايظه من وسط 100 ما تفرقش، بس بقولك ايه، اعمل حسابك بقى كل حته بعد كده فيها زياده 5 جنيه. اخويا يعني من جيب ابونا، هو الزبون بيدفعوا. المره الجايه بقى غشيم واحنا بنعمل الفيلم ده قدام الناس تبقى تخف ايدك عليا شويه. مش معقول كده يعني. ما انت برضو اللي زودتها شرشابي ومسكت الواد بتاعي ضربته. يا واد افهم الفوله، لازم الشارع كله يبقى عارف ان احنا متخانقين قرشين ملح بعض. ليه؟ عشان الزبون اللي يكرهه اللي يجيلك، والزبون اللي يكرهك يجيني انا. يا وانت يا صايع، ولا عايز 100 واد يتنططوا حوالينا واللقمة تتقسم علينا كلنا؟ ايه على بقى؟ اقول لك ايه، خد يا عم الحته دي خليها معاك، بكره الجمعه ها بوجب معاك اهو. هات 10 جنيه 10 جنيه حته واحده. طب اقول لك، قول لي جدول الضرب وانا اديك 100. مش عارف الزفت هتجيبه ولا لا. خلاص يا عم ما تزعلش نفسك قوي كده، خد ده انت هتبقى اجدع معلم في الحته دي كلها. لا انا عايز اطلع ظابط. يا ظابط يا خابت. الله، لا ظابط غصب عن عين. ولعلمك بقى، اول قضيه هيعملها هيعملها لك بالبن اللي معاك ده. ما انا هقول ان انت شيك وبنشرب سوا. ابي هذا ابوك اوعى تعمل كده، احبسه هو لوحده. ما تسمعش الكلام اللي بقوله ليه يا ولد العفاريت انت؟ قسما بالله لا اديك عالجة تجاوبك على الجنان اللي في راسك. يوه في ايه بس يا عبد الرحيم؟ مش قلت لك ما تقولش لابوك يا عيل انت؟ هو دي اللي هتفكر فيها يا ولد الفرتوس انت؟ اهدى بس، ايه اللي حصل يا عبد الرحيم؟ جايبه من الجسم يا ام المحروس. ومسبتي اسمي يا ولا؟ والله يا ابو اول واخر مره. هي مره واحده هتعرفك على السوابق والمجرمين عشان لما تكبر تبقى زيهم. والله يا ابو انا فهمت خلاص، وما عدتش اعمل حاجه تدخلي الاسم تاني. هي كلمه واحده وما هقولهاش تاني. تروح مدرستك ودرسك وتاخد تقعد في البيت للمذاكره وبس، ولو ما فهمتش كلامي ده هعلقك في السقف وهفضل اضربك لحد ما تموت. خلاص يا ابو الله انا فهمت، هروح الدرس واجي جاي اسمع عادي. سلام عليكم. اهدى بس يا عبد الرحيم عشان تعرف تنام لك ساعه. اهدى. تنام كيف يا عواطف والولد هيضيع؟ لو ما قدراش عليه اجي اقعد جنبيكي في البيت لازم ما نشحت اللقمه ونقول لله يا محسنين. يدوم حسك في الدنيا يا اخوي، زيزو هو طيب وفهم كل كلامك وتاب وما عادش يعمل كده تاني، ولو عملها انا هقول لك يا اخوي. بس ايه ده يا عبد الرحيم؟ المره دي جت سليمه يا عواطف، المره الجايه هيحصل ايه؟ ايه ده؟ انت لسه بتعملي الواجب؟ استنى انا جايه اهو. انت بتعمليش الواجب في شقتكم ليه؟ ما انت عارف ان امي عيانه وطول الوقت طلبات. ابوك كان بيضربك صح؟ لا لا لا، ده كان بيضرب اخويا الصغير. بس انا سامعاك وانت بتقول حرمتي يا بابا. يعني انت تعملي الواجب غلط وكمان تتلمضي؟ فين ده اللي غلط؟ ده كله صح. كله صح يعني جمع كلمه شر اشرار؟ طبعا يا بنتي طبعا. ايه جمع كلمه شر؟ شرور. اشرار دي الجمع بتاع شرير. تراهني انها صح؟ مش هراهني، بس قبل عايده اما تضربك في الحصه هضحك عليكي بصوت عالي. ماشي؟ استنى انا جايه اهو. ايوه كده اسمعي الكلام. انا قلت لك 100 مره ما تفتشش شنطتي. وانا قلت لك 100 مره مالكيش دعوه بقلامي وحاجاتي. وده مش قلمك. لا قلم. انت طول عمرك اناني، ولما بابا يطلع من المكتبه هقول له عليك. انت فاكراني لسه عيل صغير اخاف من بابا؟ ولو ما احترمتيش نفسك همد ايدي عليكي، فاهمه ولا لا؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا غبي انت؟ انا مش غبي. اخرس ولا كلمه. اللي يضرب اخته يبقى غبي ومتخلف. عاجبك كده يا ست الدلوعه؟ لو ماما كانت عايشه ما كانتش سابته يعمل فيا كده. لا يا حبيبتي لا لا ما تقولش كده، ده فرض اخوكي. اه بقى اقعدي عيطي له عشان يطبطب عليكي ويزعق لنا. انا ماشي. راح فين يا ولد؟ ولد يا صالح راح فين؟ كل مره انا غلطان. معلش معلش يا حبيبتي، اخوكي بقى وحس انه كبر صوته تخن مش انا ابوه. ده كان هيجي هكسر لك دماغه. انت بقى حبيبه بابا. ما انا كمان يا بابا ما بقتش صغيره ولازم هو يفهم كده كويس. ده كان هيضربني بالقلم. لا 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 يضربك ايه، هو يقدر.
يلا بقى يا حبيبتي عشان نلحق نروح الدرس. مش انا هعمل طفوني من على الشجر يا عبد العزيز. طب ما توديني ليهم يا هما في الصعيد. خلينا في المهم، انت بتحب ابوك ولا لا؟ احبك قوي يا وعارف ان ابوك هو اللي رباك وكبرك وعلمك. انت واخوك وقرايبينك اللي ما تعرفهمش دول هما اللي هيجوا لحد عنديك ويتباهوا بيك انت واخوك، وهيجوا لحد عنديك يقولوا لك احنا محتاجينك. فهمت الكلام يا عبد العزيز؟ انت تعبان ولا ايه يابا؟ لا يا ولدي، بس جنبي مزعلني حبتين. دي كانت اول مره ابويا يحسسني فيها اني كبرت ويكلمني كلام رجال. اكتشفت طيبه قلبه اكتر من اي يوم قبلها. يا وحشني اهو الراجل ده. السلام عليكم يا معلم عبد الرحيم. عليكم السلام يا دكتور زيزو. جايب لك المرة دي لحمة. مرة واحدة لحمة؟ سيبك يا بابا اللي في ايدك ده وتعالى كله ومديني هنا الكراسة بتاعت متابعة امتحانات الشهر منورة كلها درجات نهائية. طبعا درجات نهائية. بسم الله ما شاء الله. لا ولد عبد الرحيم، ألف مبروك يا ولدي، ألف مبروك. دايخ يا عبد العزيز. في ايه يابا مالك؟ لا ما تخافش، سندني اقعد على الكرسي يا ولدي. ده انت سخن ووشك اصفر خالص يابا. انا هروح اجيب تاكسي ونروح البيت. ما تخافش يا ابو جزين يا ولدي، هبقى زين. ما تخافش، مش هتقول لحم عاد. يابا انت دايخ ووشك اصفر اهو. استنى رايح بقى لحد ما اروح اجيب التاكسي. كملها بالستر يا رب. خش يابا، خش على مهلك. تسلم يا ام العيال، ودوني الاوضه عايز ارتاح شويه. حاضر حاضر. بابا مالي يا ماما؟ بابا زي الفل يا وليد، هياخد الدواء ويقوم بالف سلامه يا اخويا. انا هروح اجيب الدواء بسرعه. استنى يا عبد العزيز، خد فلوس معاك يا وليد. معايا فلوس يابا، ما تخافش. الحاجه يا عاطف، اديله فلوس قبل ما يمشي. حاضر، بس انت حمل عليا، حمل عليا يا عبد الرحيم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام، بخير؟ معاك روشيتا؟ انا بس جاي اسال في حاجه. هو اللي يروح للدكتور ويقول له عندك فشل كلوي يبقى معناها ايه؟ فشل كلوي يعني معناه ان الكليتين بتوعه ما بقوش يشتغلوا، علشان كده بيروح المستشفى يغسل كليتينه مرتين في الاسبوع. وبعد كده بيخف؟ لا، مفيش مريض بيوصل للغسيل الكلوي ويخف تاني او كليتينه يرجعوا يشتغلوا تاني. بيموت؟ الاعمار بيد الله، بيعيش لحد ما ربنا يقول له خلاص كفايه. يعني بيموت بعد قد ايه كده؟ لا ده انت بقى تقول لي ايه الموضوع بالظبط والا هدفعك فلوس على الاسئله اللي انت بتسالها دي. هدفع؟ ممكن حضرتك تجيب لي الدواء اللي في الروشيتا ده؟ ابوك هيموت يا دكتور؟ ايوه
هيموت ايه بس؟ هيخف ويبقى عال ويبقى كويس، ما تقلقش انت بس. بس انت لسه قايل ان الكليتين مش هيشتغلوا تاني. ايوه ما هيتعالج وياخد الدواء يبقى زي الحصان. هو عنده كام سنة؟ انا ابنه الكبير. الدواء بكام يا دكتور؟ ٧٥ جنيه. ٧٥؟ طب هو انا ممكن اخد نص الدواء والباقي لما اجيب باقي الفلوس؟ مفيش مريض بياخد نص الدواء، المريض بياخد الدواء كله. لكن هقول لك على حاجه، هات دول والباقي هيبقى دين عليك، تحوشه وتيجي تسددهولي. اتفقنا؟ اتفقنا. انت اسمك ايه؟ زيزو. وانا والله العظيم ما هتاخر عليك وهجيب لك الفلوس بكره. طيب يا سيدي، وخد بقى ال5 جنيه دي علشان تروح بيها. متشكر يا دكتور، بس حضرتك ممكن تلغي السعر اللي على الدواء عشان محدش يعرف ان عليها فلوس، وانا والله العظيم هجيب لك الفلوس بكره. سلامتك سلامتك يا اخويا، الف سلام. والنبي غمه وحنزوله هتبقى زي الفل ان شاء الله. كل اللي يجيبه ربنا زين يا عواطف، بس ده فشل كلوي. عارفه يعني ايه؟ يعني امر الله وربك هو اللي جاب وهو اللي هيحوش عبد الرحيم. كان نفسي اشوف ده عبد العزيز دكتور يا عواطف. هتشوفه هتشوفه وتتهنى بنجاحه كمان يا عبد الرحيم. امال هو فين دلوقتي؟ هو راح يشوف الواجب بتاع القبله من عند لبنى زميلته وراجع طوالي يا اخوي. ما قالكيش الدواء بكام؟ الفلوس كفت وفضل منهم 5 جنيه كمان. ربنا يجعله بالشفاء يا عبد الرحيم، وتقوم بالسلامه كده وتفتح ورشتك ان شاء الله. لازم اقوم يا عواطف، باب الرزق الوحيد اللي لينا لازم ان يفضل مفتوح. هيفضل مفتوح بحسك ان شاء الله. هقوم بقى اجيب لك الاكل اللي قال عليه الدكتور عشان تاكل كده وتتقوى وترم جدتك شويه كده وتقوم تشوف شغلك يا عبد الرحيم. ربنا يخليك لي يا عواطف، تسلمي لي، بس ما تكتريش في الاكل، ماليش نفس. ولما يجي عبد العزيز خليه يجيني، عايزه. حاضر حاضر يا اخويا. انت ما ضبطش مجارح العظيم يالا. انا كنت ناوي اعلم عليك، بس خلاص هسيبك لو اشتغلت معايا. اشتغل معاك عتال يا ابن العتال. لا ابويا لو غلطت فيه هموتك. لو شغال خد لك عربيه زي دول واسترزق بقى وكل عيش بدل ما تفضل صايع كده. ما عطلكش، وبرده مش هتشتغل في شارع عبد العزيز طول ما انا فيه. لا اشتغل يا روح امك، لان تبع الكبير، انا تبع عم شبر والعربيات دي بتاعته. انت كذاب، وانت لسه وصلك لشبر اساس. كان زميلي على البرش يا بابا. يلا خد العربيه دي وصلها لمعرض المعلم قنديل، واللي ترزق بيه ابو اسد 50-50 يعني. 50-50 ماشي يا زيزو، بس اللي زحم بقى في منطقته ما يسلمش. لا كبير يلا، بس في اللي اكبر منه. يلا ونتقابل على الناصيه يا بكر. هو زيزو لسه ما جاش ياما؟ لسه يا وليد، ولو ابوك سأل عليه ولقى لسه بره هيزعل منه قوي. اروح ادور عليه. تدور عليه فين؟ شارع عبد العزيز. وبيعمل ايه في شارع عبد العزيز؟ بيشتغل هناك زيزو، عشان بيعرف كل الناس هناك بيشتغل معاهم. وبيشتغل معاهم في ايه بقى؟ يبيع جرايد، كبده، يبيع مناديل، يحمل كراتين. الله يسامحك يا زيزو، بقى بعد ما ابوه ضرب عشان الشغل ده يروح يشتغل تاني؟ لو سبتيني اروح له هجيبه واجي معاه. اقعد بقى دلوقتي الدنيا ليل. سكه يا خالد، اسف يا عم. اوعى رجلك تتعور يا ريس. واقف يا معلم، انا كنت بدور عليه. ايه يا مسقسعه حقه، ناوي تخلع؟ لا ماليش في الفعل وعلى العتال. يا ابني يا ابني ده احسن من العط والحنجله. هودي البوتاجاز زمان زي الحاج علاء وتعالى خد عربيتك. طب فين الفلوس اللي لميتها يا روح امك؟ انت مش خايف الناس كده اللي علم عليك؟ يا ابني انا الحفاريت بتلعب في دماغي بمفاتك. تبقى كده جبته لنفسك وهتتقد. يا ده هو لازم اطبخ انت تقتل نفسك؟ هات الفلوس يا هات الفلوس. غور كتك غوره. ماشي يا زيد وهوريك، وشاوره مستنيك على ناصي عشان يلم. يا عم روح. ايه ده؟ امال عم لطفي فين؟ بيصلي العشاء. طب اي خدمه يا جميل؟ ربنا يخليك يا زيزو. طب معلش بس خلي بالك من العربيه دي لحد ما اجي.
هي دي اللي كنت باجي الشارع عشانها، هي دي الفراشة اللي حببتني في شارع عبد العزيز. لبنى يا معلم، يا معلم ماشيني ورايا شغل. عايز ايه يا واد انت؟ فلوسي العشرين جنيه. انت عشرين جنيه لك انت؟ مش اشتغلت لك بيهم يا معلم؟ بقيت لك 20 نقلة من المخزن لهنا. خد ياد وحل عن سمايك. يا معلم بقول لك 20 نقلة لما ظهري طقطق. ظهرك طقطق ولا رقبتك تتقطب حتى اعمل لك ايه؟ غوري انا من هنا انا. يا معلم حرام عليك، ده اللي ياكل عرق الغلابة ربنا مش هيسيبه. عرق الغلابة؟ أنت بتجيب الكلام ده منين يعني؟ غوري انا من هنا. والله العظيم أجيب مهلول يعلقك من رقبتك، خد. يا معلم الفلوس دي أنا هجيب بيها ده ولا أبويا؟ ربنا يكفيك شر المرض وذله. بتصيح عليا أنا؟ ده ولا ابوك وبيتنا هيقع وربنا يكرمك. غور يالا من هنا يلا. ماشي يا معلم وانا في الخدمه. سلام. الحمد لله 57 جنيه ونص. الحمد لله رب العالمين 57 جنيه ونص مظبوطين ياض. يعني اللي سمعته عنك صح يا زيزو، بتسمسر وتاكش من ورايا يا شبرو. ما اسمعش كلام بكر، الفلوس دي عرق وشقايه. الفلوس دي مش بتاعتك ياض، والعربيتين دول ما يلزموكش بعد النهارده. يعني ايه يعني؟ هات الفلوس يا عم. انت بتعمل ايه ياض يا ابن المجانين؟ بتعمل ايه ياض؟ انت عارف اللي مد ايده على انت فاهم ده ياض؟ انت فاهم يالا؟ بتعمل ايه؟ خد لي الذاكره الخاليه ده ياض وخد دي عشان ما تنسانيش. ماشي يا شبرو، بس انا مش هسيب حقي. والفلوس اللي انت واخدها دي عشان تبقى عارف انا جايب بيها ده ولا ابويا، ولسه ما دفعتش حق. يعني انت جاي بتاخد الدواء من بق ابويا وانا مش هسيبك، وكتاب الله ما هسيبك. ما صدقش يا شبر ده من الايام. انت هتغني عليا ياض؟ ما ابوك كان زي الجن الاحمر. خلاص اهدى ياض، ما انت كنت عامل سبع رجاله في بعض. خلاص اهدى بقى. ماشي لو مش مصدقني تعالى معايا الصيدليه وانت تشوف بنفسك. ماشي هاجي معاك الصيدليه، بس عارف لو طلعت بتقفلم عليا هعمل فيك ايه؟ عارف هعمل فيك ايه؟ هكيل لك تاني. يلا فوت قدام، فوت قدامي. اتفضل يا بكر. امشي يا دو قدامي، بس عارف لو طلعت بتقفلم عليا هكيش لك تاني. خش. يا زيزو مالك؟ خناقه ولا ايه؟ قول لهم، قول لهم يا دكتور انت ليك عندي كام؟ اصل اشتغلت معاهم عشان اديك الفلوس، وعايزين ياكلوا حقي. هو خد دواء ب 75 جنيه دفع منهم 30. انتوا ايه ضاربينه ولا ايه؟ هنضربه ليه بس يا دكتوره؟ ده الواد بتاعي وبعلمه وبنصحه. هو لا مؤاخذه ابوه وعيان بيه. مش شغلك. كده حوار الفلوس خلص ما بيننا. بس لسه الحساب بيننا انا وانت يا شبر. انت وبكر. متشكر يا دكتور. استنى زيزو عايزك تعال. انت ايه رحت تشتغل عشان تسدد ثمن الدواء ولا ايه؟ مش قلت لك يا دكتور انا كبير ابويا؟ وما كنتش اقف معاه في عياه، يبقى لازمتي ايه؟ سلام. استنى يا زيزو. خد الفلوس زيت وما تقولش للعيال اللي معاك ان انا اعطيتك اي فلوس، واعتبر تمن الدواء الدفع خلاص. عيب يا دكتور، حق ولازم تاخده. خلي الواجب ده للروجيتا الجاي. السلام عليكم. استنى ده زيزو. عايز ايه يا شبر؟ امسك دول ياض. مش عايز منك حاجه يا جدع. امسك ما تنشفش راسك. قلت لك مش عايز منك حاجه، وبرضه هشتغل في شارع عبد العزيز، بس المره الجايه هشيل معايا سلاح عشان لو مديت ايدك عليا هغزك، واللي يحصل يحصل. شايف لما قضى شبرو؟ ياض انت عيل مطقطق ومخك نور، وانا مستخسرك في السكه اللي انت ماشي فيها. عايزك تخش معايا على الشغل التقيل والقرش يجري في ايدك. المخدرات ماليش فيها، بس زي ما انا طلعت راجل معاك استرجل انت كمان معايا، واديني عربيتين اشغلهم، واقعد بكره عني عشان لو اتلايمت عليه هخليه يمشي على العكاز. ماشي بس ما تطلعش عيل. انا صغير بس مش عيل يا شبر. ده عربون السكه الجديده، مش محتاجه منك غير تفتيح مخ ووقفه على الناصيه، فاهم؟ والحكومه احنا عارفينهم واحد ورا التاني. احنا عارفينهم لكن هم ما يعرفوش ابوهم. لو حبوا يوم للدفاتر بيلموا بتاع الصنف ان شاء الله، نايمين في بيتهم. سلام. هغزه. ايه؟ هغزه. خلاص اهدى يا بكر، معلش. ايه هنعمل فيه يا زيزو ده؟ عواطف يا عواطف، عواطف. نعمين يا اخويا. فين الولد عبد العزيز؟ عبد العزيز؟ ايوه. اصل هو جه من شويه يا اخويا وانا بعته مشوار. ما تكذبيش عليا يا عواطف، عبد العزيز لسه بره ما جاش.
طب افهم بس في ايه يا عبد الرحيم؟ الدواء ب 75 جنيه ومشطوب على السعر عشان ما عرفش، لكن الحسبة في الروشتة قدامي اهي، وانت قلتي لي انه رجع 5 جنيه، يبقى جاب ال 40 جنيه منين يا عواطف؟ والله ما اعرف. تعالى يا ولدي، تعالى هنا. نعم يابا. قرب عندي هنا. يا لهوي، ايه اللي عمل فيك كده يا والد؟ في ايه يابا؟ في حاجة ناقصة من الدواء؟ تكذب عليا ليه يا عبد العزيز؟ الدواء ب 75 جنيه، جبت الباقي منين؟ ما انا ب 30 جنيه بس. تكذب على ابوك ليه؟ حرام عليك يا عبد الرحيم. اسكت خليه يتكلم، احسن ابوه مكسر عظمه كسير. اتكلم يا ولد. لما لقيت الدواء غالي اترجيت الدكتور يديهوني لحد ما اجيب له الباقي، بعد كده رحت اشتغلت واديته فلوسه وبقى معايا دول. قولي بس عملت كده يا ابني؟ انا ما قدرتش اشوف ابويا محتاج دواء ومفيش فلوس واقف اتفرج. مش انا ابنك الكبير برضه؟ والله العظيم انا ما عملت حاجه غلط، انا اشتغلت وكسبت الفلوس دي بعرق. والنبي يابا ما تزعل مني. ولما انت تشيل هم ابوك وعياه وانت في سنك ده، امال يبقى ابوك لازم يتوقف في الدنيا يا عبد العزيز؟ ما تخافش يابا، انت هترجع تشتغل تاني وانا هساعدك وهذاكر كمان. فهمت اللي قلته يا عبد العزيز؟ فهمت يابا، دي سهله خالص. اتفرج عليا بقى وانا بعملها لك في 5 دقايق. اهم حاجه نحط شويه تحت الغساله عشان ما تتخربش، ولا الزبونه تقول دي قديمه ومستعمله. عندك حق، دلوقتي نشط السير ونحرق على الاربع مسامير. زين، اهم حاجه الدايره الكهربيه يا عبد العزيز، الموتور والمفتاح وسلك الفيشه. ما خلاص بقى يابا حفظناها. 3 عيال يشبكوا يدهم في يد بعض ويعملوا فتاح يا ورده. اصبر يا اسمراني مين اسك؟ منور الورشه والمنطقه كلها يا عم الحاج. ربنا يبارك لي فيك يا ولدي، شلت الهم من صغرك ووقفت جنب ابوك صح. قد انت الجمايل بس. يلا بقى سمعنا صوت الحلوه، عليا النعمه ما حد هيجربها غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله، تسلم يدك يا ولدي. تسلم ايدي اللي علمت يابا. على فين يا ولدي؟ هروح بقى اوديها لصاحبتها واجيب بقيه الحساب. انت قلت لي هي دفع لك كام؟ 50 جنيه وعلى مهلك وانت ماشي. ماشي. بقول لك. انا هعدي عليك بعد ما اخلص هنروح نتغدى سوا. وامي عامله لك بقى شويه دوري النمائيه هيخلوك تنور الليله دي يا عبد الحاج. يا ولدي خلاص ما عادش ما عادش ما عادش ايه؟ ده حتى عار على الصعيد كله، ده اللي يشوفك يقول اخويا الصغير. حقك عليها يا ولدي، حرمتك من كل حاجه وخطفتك من شبابك وايامك الحلوين.